فلنعلم أن في هذه الزواجات إقامة للأسر ومحافظة على نسل بني آدم الغرض الأرفع عندما يتصل القلب بمهمة خلق الإنسان في الوجود ويمتد النظر إلى أعلى أن يصدر عن هذه الزواجات كثرة الواردين على حوض النبي يوم القيامة. هو القائل: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. أن يمتدوا فكركم ونظركم في حمل أمانة الزواج وأمانة الأسرة، الأمانة على الأعراض، الميثاق الذي سماه الله غليظ، وتعرف معنى الغلظ في وصف الرحمن: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا أي النساء الزوجات منكم ميثاقا غليظا، فعقد زوجتك وأنكحتك وقبلت ميثاق غليظ، لأنه الائتمان على خصائص الإنسان الداخلية، ائتمان على حياة الإنسان، على عرضه، على تكوين الإنسان أيضا، على تناسل الإنسان، ائتمان على أمانة كبيرة عظيمة. فجعل الله تعالى لهذه الأمانة معنى أكبر من أن يكون كزواج من لم يؤمن أو كتناكح الحيوانات على ظهر الأرض. الأمر أكبر من ذلك. ومن تزوجها ليغض بها بصره ويحصن بها فرجه، ليسلم من الغوائل التي تودي به إلى السوء وتودي بمجتمعه كذلك، بارك الله له فيها وبارك لها فيه. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما أعظم هذه الأمانة، وما أعظم ما جعل الله في قمة الأمر شان ارتياح النفوس والأرواح في الدنيا بالمودة والرحمة، منوط بهذا الأمر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتنالوا ما قدرنا في الحياة الدنيا من السكون بواسطة الزوجية الكريمة الصالحة الطيبة القائمة على الأساس الحسن والنية الصالحة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لتتآخوا وتتحابوا في الله، ويأتي منكم النسل على هذا الأساس، فتكونوا في أسركم متحابين في الله جل جلاله وتعالى في علاه، تدرك به معنى ما أنفق المؤمن من نفقة إلا كان له به أجر، حتى ما تضع، يقول النبي سيدنا سعد: حتى ما تضع في فم امرأتك. وتعبير ما تضع في فم امرأتك شر إلى قوة الأدب والخلق والمراعاة، إلى حد أن تحمل اللقمة بيدك وتضعها في فم امرأتك، حتى ما تضع في امرأتك، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم يبسط البساط ويقول لنا مبينا هذا الصراط: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما جعل أمر العقد لأولياء الأمور وأمر الطلاق بأيدي الأزواج للزوجات إلا والمسؤولية كبيرة وخطيرة، لا ليفعل ما أهواء، ولا ليتشفى، ولا ليمشي على كيفه، ولكن ليعرف أنها مسؤولية، وأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأنه بكلمات تصبح محرمة عليه، وإذا طلقها ثلاثا ولو في مجلس واحد بلفظ واحد، فقد أجمع الصحابة على أن ذلك محرم للمرأة على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكر الحق تبارك وتعالى. كلمات يترتب عليها أمر عظيم، ولهذا سماها الله ميثاق غليظ. فالمسألة تعلمك ضبط اللسان والاتزان ورعاية الحق تعالى، حتى إذا غضبت لا يقودك غضبك إلى الانفلات وإلى الخروج عن حسن التبصر والإدراك لعواقب الأمور، ولتكون الحياة
على معان من الذوق والستر والرافة والمودة والرحمة، ذلك ما تصلح به الأسر وتقوم على ظهر الأرض. وحسبكم صارت أسر في من يدعي التقدم والتطور أشبه بالحيوانات، والحيوانات خير منها. وحق عليهم قول ربكم جل جلاله وتعالى في علاه: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولم يزل الأمر إلى الآن مع الانحدار الذي وقع عند المسلمين، حتى اختل كثير من نظام الأسر وتماسكها، لا يزالون مع هذا الانحدار الذي عندهم لا يساوي ما في العالم الإسلامي شيئا من التعديات ومن الاعتداءات ومن الضرب والقتل للنساء في مجتمع التقدم والتطور بإحصائيات سلطاتهم الرسمية، أنه بمعدل الدقيقة الواحدة تنتهك حرمة امرأة أو تضرب أو تقتل أو تغتصب بعدد من الأعداد تصل إلى الدقيقة الواحدة في مدن التقدم والتطور. هذا هو الأمر الحتمي لمن أعرض عن ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه.